بمناسبة المئوية الخامسة لاستشهاد القائد العثماني البحري باب عروج، أشرف اليوم وزير الثقافة عز الدين مهوبي بولاية عين تمشنت على تدشين معلم خاص بالقائد باب عروج، وهذا عرفانا لنضاله الكبير إلى جانب الجزائر لطرد الاحتلال الإسباني. المتابعة لمراد مسوار. عرفانا بالإسهامات الكبرى التي قدمها القائد البحري الرئيس عروج لإنهاء الاحتلال الإسباني للجزائر، تم إنجاز هذا الشاهد المادي بالمنطقة التي استشهد فيها بولاية عين تمشنت. كيفاش كاع واش ليفينمون اللي دارهم، هذا المجسم مصنوع بأيادي جزائرية 100%. وزير الثقافة وخلال إشرافه على تدشين هذا المعلم رفقة السلطات المحلية للولاية وأكد السفير التركي بالجزائر، نوه بالرمزية الكبيرة لهذا الإنجاز ودلالته على عمق أواصر الصداقة بين البلدين. هناك فرصة وإمكانية تحقيق ما يختم التاريخ، سواء في كتابته في إبداعه، أن تنجز في شكل فيلم أو في كتاب أو في مجسم، كل هذا يخدم التاريخ. وهذا يعني طبعا نستهدي في هذا دائما بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يدفع دائما بضرورة الاهتمام بالتاريخ وإيصاله للأجيال في كل الأشكال وفي كل يعني وفي الاهتمام بالمضامين أيضا. وللإشارة، فإن هذا الحدث يتزامن مع الذكرى المئوية الخامسة لسقوط هذا البطل في ميدان الشرف.